ازيكم؟ ان شاء الله كويسين وطيبين وسالمين في احسن حال. شو قريد حلقه جديده، نمشي لعوالم لشاعر مختلف تعامل معه الراحل المقيم العبقري ابراهيم الكاشف. حسين عثمان منصور، ما ادراك ما حسين عثمان منصور، مثقف صاحب المكتبه صحفي. وحسين عثمان منصور احتمال بالخلفيه اللي انا قلتها البسيطه دي، بعد ذاك المشاهد والنقاد ممكن يضيفوا عليها معلومات عن هذا الشاعر الفذ حسين عثمان منصور. وده ما اثر على اللغه او المفرده في كتابته، لكن المفارقه انه يتغنى ابراهيم الكاشف لشخصيه مثقفه، وزي ما بنقول مثقف العضوي، زي ما بنقول على حرب يعني مثقف عضوي زي حسين عثمان منصور، انه يكتب للكاشف هذه الأغنية بهذه اللغة البسيطة جدا. هو راجل زي ما قلنا من الثقافة بمكان، فراجل كان صحفي وامتلك مكتبة يعني. حسين عثمان منصور كتب توبة يا هنا. أول شيء خلوني أنا أسأل عماد أول حاجة عن توبة يا هنا، يعني تتكتب أغنية زي دي من مثقف بهذا الشكل لفنان عبقري بهذه القدرات إبراهيم الكاشف؟ الأغنية دي بسيطة. طب يا هن يعني دي المفردة المتداولة يوميا في الحلة في بيناتنا كأصحاب. طب يا هن ممكن تقول فيها شنو يا عماد؟ والله أنا طبعا هي طبعا لا 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 لا. أنا بفتكر إنه المسألة بتاعت الكتابة دي مربوطة بتاريخ ووضع إنساني وحاجات كثيرة جدا، بيئتك، البيئة بتاعتك. نعم أي. وتوبة يا أنا واحدة من الحاجات يعني اللي اتكتبت، وأعتقد إنه مربوطة برضو بحالة الشاعر. حالة الشاعر هي حالة بتترجم لنص بصرف النظر عن النص ده هل هو بلغة عربية فصحى ولا دارجة ولا أي، لكن في النهاية هو ترجم إحساسه في اللحظة الآنية اللي هو كان موجود فيها. صحيح. تقريبا كتب الكلمات دي. طيب تصحيح، لانه انا سمعت الاغنيه من كم مصدر. في ناس بيقولوا توبة يا توبة يا اهلنا، لا، وناس بيقولوا توبة يا انا. توبة يا انا هي انا توبة. أيوة. عشان نصحح نعم النطق ده، كلامك ده سليم جدا. توبة يا انا، ما يا اهلنا. لا ابدا، لانه مرات بتحس بانه الجمله الاخيره دي يعني اتاكلت كده اثناء الغنى ولا فنان بيفهموها توبه يا هنا. لا لا لا، يعني توبه يا انا، عشان ناكد المعلومه دي يعني. توبه يا انا، اه جنيت انا جنيت انا يا انا يعني حسب القافيه. اي توبه يا انا، اه من هواك اه جنيت انا انا جنيت يا انا. احسن نغنيها صح؟ نغنيها يلا وراكم. توبه يا انا. Thank you.
حصد وحسدوا فيك بعد ربي سجدوا عبدوا فيك دوم يا هنا دوم يا هنا هنا في هواك جنتنا الليل في هواك ليه في هواك والله في هواك بينانا في هواك أشكرك كثير. خلاص يا رمضان ده انت برضه كويس ما بطل. طبعا طبعا ان شاء الله شكرك ما يجي رمضان اللي جاء اللي طبعا طبعا الاجر كثير. لكن توبة يا أنا. نعم المعلومه دي لازم تصل في ختام هذه الحلقه. انا اشكرك جدا ودي حلقه كانت عن حسين عثمان منصور عثمان منصور المثقف في الغابة الموسيقية. شكرا جزيلا. بكره حيكون عندنا حلقه تانية شوق والريد. ما تمشوا بعيد نستمتع بإبراهيم الكاشف. خلوا بالكم من روحكم.